السلام عليكم. اليوم غادي ندويو على ظاهره ديال تساقط الشعر. هاد الظاهره هادي اللي ولات عامه، يعني تصيب الرجال والنساء، وكنلاحظوه يا اما من بعد الدوش كنشوف واحد الكميه ديال الشعر كتساقط كبيره، ولا في المشط ديالنا ولا في البلاصه كنخدموا فيهم. دونك هنا كيولي عندنا واحد الشكل اللي هو مخيف. ملي غنشوفوها تساقط اللي هو غير عادي، خاصنا نمشيو عند الطبيب المختص بالامراض الجلديه باش يشخص لينا هاد الحاله ديالنا. تساقط ديال الشعر خصنا نعرفوا بان النمو ديال الشعر ما بين 15 و 30 سنه، كياخذ لنا ما بين سنه الى سنتين باش كيعطينا هذاك النمو اللي هو مزيان. وملي السن ديالنا كيكبر كيولي هذاك النمو كيولي شويه ثقيل. حنا عندنا ثلاثه المراحل ديال النمو ديال الشعر. عندنا الاناجين هنا في المرحله ديال النمو ديال الزغبه، دونك يكون عندنا واحد الانقسام ديال الخلايا في الفروه ديال الراس باش يوليو عندنا بصيلات ديال الشعر صغيرين، وكيكون النمو ديالهم على حسب مرحله الانتقاء والارتخاء، وهنا كيكون عاد كيبدا التساقط. التساقط ما بين 50 و 100 زغبه في اليوم هو شي حاجه اللي هي طبيعيه، ولكن ملي كيولي التساقط اللي هو كثير وباين ومخيف هنا خصنا نشوفوا التشخيص. اسباب تساقط الشعر، ملي غادي نلاحظوا هذاك الكميه الكبيره ديال التساقط كنمشيو عند الديرماتولوج طبيب الامراض الجلديه باش يكون واحد التشخيص اللي هو صحيح. اهم سبب من الاسباب كيكون سبب وراثي، يعني اللي كيؤدي للصلع، يعني اما عند النساء ولا عند الرجال كنشوفوا العائله ديالهم شكون اللي عندهم، يا اما من الام ولا من الاب. ثاني سبب كتكون عندنا واحد التغذيه اللي فقيره من البروتينات، ما كتكونش فيها البروتينات، دونك يكون عندنا هذاك النقص ديال التساقط، فقر من ديال الحديد وحتى ديال الزنك. دونك هذوك المواد الاوليه خصنا نشوفوا التغذيه ديالتنا. العلاجات السرطانيه حتى هما من اهم الاسباب ديال التساقط ديال الشعر. الغده الدرقيه، دونك نشوفوا الحاله ديال الانسان واش كاين شي اسباب اللي هي عضويه باش الطبيب يعطيهم العلاجات، ولا غير ستريس ولا هذاك النقص ديال المواد حنا كنقدروا نحفزوهم نحفزو باش يكون عندنا واحد النتيجه اللي حنا كنطلعوا عليها. العلاجات اهم حاجه ملي كيكون عندنا نقص المواد الاوليه كنشوفوا التغذيه ديالنا وتكون غنيه بهذوك البروتينات، الفيتامين ا، الزنك، الحديد. ثاني حاجه كيكونوا مكملات غذائيه، ولا كنشوفوا كيكون عندنا واحد الحقن ديال البي اف جي اللي هي بلازما كتكون غيش باللي عوامل ديال النمو الخلايا الجذعيه. ملي كنحقنوهم خصوصا في الطبقه الوسطى ديال فروه الراس كيكون عندنا تما فين كاين الكولاجين وكاين البروتين، هما اهم جوج المواد اللي كيخلي ان الفروه ديال الراس تكون صحيه، ويكون عندنا واحد الشكل ديال الخلايا وتقسم باش يكون عندنا بصيلات اللي هما جداد، وحتى السمك ديال الزغبه كيكونوا مزيانين، وهنا كيكون عندنا واحد الشعر اللي هو صحي وكنوقفوا التساقط. هاد البلازما ريشون فاكتور دو كروسانس كنشدو الدم ديالنا وكنخرجوا هذيك البلازما، ولكن كيكونوا دي كونسيبت اللي كيطلعوا لك هذاك التركيز العالي من الصفائح الدمويه باش نحقنوهم ويعطينا هذيك النتيجه المرضيه اللي حنايا كنتطلعوا ليها. ثاني حاجه كنشوفوا الا كاينين امراض ديال الغده الدرقيه، يعني كناخذوا التريتمون ديالنا. كان المرض ديال السرطان حتى كنكملوا التريتمون ديالنا، وهنا كنشوفوا المحفزات، ولا حتى ستريس حتى هو راه عامل من العوامل ديال التساقط ديال الشعر. نصيحه اليوم هو العنايه بالشعر باش اننا ما نضروش باللي برودوي كيميك عند لي سالون دو كوافور. سنختاروا عاد من نمشيو ونشوفوا الشعر ديالنا شنو الاحتياجات ديالو، شنو خاصو على حسب الطبيعه ديال البشره والفروه ديال الراس. التغذيه ديالنا تكون سن، تكون صحيه وتكون متوازنه بهذوك المواد اللي حنا كنحتاجو، يعني خاص البيوتين والبروتين واللي فيتامين ا وجي اللي حنا كنحتاجوهم باش الفروه تكون صحيه، ونحافظوا على حيت الشعر ديالنا راه بحالو بحال البشره، خصنا نحافظوا عليهم بجوج باش يكون عندك الشكل الجمالي يكون مزيان، ونتفاداو الصلع وداك التساقط اللي هو مخيف وكيقدر ياثر نفسيا علينا.